شاهد مدى الحساسية وقلة الاحتكاك في كراسي أو بول بيرنج التحميل، هي الضغط المحوري متعدد المراحل 9 مراحل. نشاهد هنا أنه يدور بتأثير الهواء القادم من هذه المروحة. الآن سوف أجعله في ممر تيار الهواء القادم من المروحة، أعطيه دقة قليلة. نشاهد أنه يدور. هذا ضغط محوري متعدد المراحل 9 مراحل، كل مرحلة عبارة عن شفرة دوارة وشفرة ثابتة. هذا النصف السفلي وقطر الدوران، أو عفوا طول الشفرة يقل مع كل مرحلة لتحقيق انخفاض الحجم وبالتالي زيادة الضغط بعد كل مرحلة. تشاهدون كيف يدور تلقائيا بتأثير الهواء القادم من المروحة. هكذا مشاريع علمية تحتاج دقة كبيرة في الصنع، رغم أنه صنع يدوي 100%، يجب أن تكون مسافة قليلة جدا بين حافة شفرة المروحة والغلاف لضمان عدم تسرب الضغط. أرجو الإعجاب بالفيديو والمشاركة والاشتراك في قناتي دي اي واي روبوت تصنع روبوتك. شكرا جزيلا لكم.